أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين نتابع معا. وطن القطرية دوحة جاهزة لقمة النزاهة في الرياضة. في العرب القطرية العربي شزينا فرح محبينا. في الرايه القطرية السداوية في قمة الجاهزية الآسيوية. شاهد الكويتية العربي والسالمية بداية نارية دوري فيفا. عمان العمانية ظفار بطل الكاس السوبر والنسخة 43 للدوري تنطلق اليوم. صباح العراقية ملعب الكوت يحتضن مباراة السوبر بين الشرطة والزوراء. منتخب المغربية لجنة السناف للكاف تنظر في ملف الوداد. لا جازيتا ديلا سبورت الإيطالية أريغو ساكي متحمس الصراع بين ساري وكونتي. ديري ميل البريطانية دخية يوقع أخيرا عقدا جديدا ليصبح الأعلى راتبا في اليونايتد. أرسنال إسبانيا تقييم زيدان يبدأ من الآن. هذه العناوين مزيد مما جاء في الصحف حول العالم اليوم، تابعون تفاصيلها بعد قليل، ابقوا معنا. جدد ترحيب بكم وسهلا جولتنا والصحف الصادرة هنا في الدوحة، أبرز ما طلعناه في الملحق الرياضي صحيفة الوطن القطرية. الدوحة جاهزة لقمة النزاهة في الرياضة، المركز الدولي للأمن الرياضي كشف عن تفاصيل خلال مؤتمر صحفي باللؤلؤة سيجا الجهة المنظمة بالتعاون مع القطرية وزارة الثقافة والرياضة. محمد بن حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي في قطر رائدة في دعم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد في الرياضة بالمنطقة والعالم. تابع أيضا إيمانويل ميديريوس رئيس تنفيذي سيجا، الرياضة في خطر تواجه تحديات كبيرة. الوطن واكبت ما كشف دحلان الحمد مدير عام اللجنة المنظمة في حوار وكالة الأنباء الألمانية قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى. نتابع أبرز ما قال في العناوين التالية، لدينا أكثر من عنوان. قطر لا تخلط السياسة بالرياضة، بطولة العالم ملتقى شعوب وفرصة تأخي بين الدول، ملتزمون بتنفيذ القوانين الدولية ورسالة قطر واضحة للجميع، حرمان الرياضيين من تمثيل بلادهم جريمة ومخالفة القوانين الأولمبية. أيضا تابع قطر ستكون مركز القرار مستقبل ألعاب القوى العالمية في السنوات المقبلة، المكاسب المادية كبيرة، هدفنا نشر ثقافة الشعب وتاريخ الأمة للعالم، هدفي الدائم هو خدمة بلادي وتعزيز مكانتها في المحافل الدولية. أيضا الإرث الذي سنجني هو تعزيز إيمان الأجيال المقبلة بقدراتنا التنظيمية. نقل في صفحة الوطن، نقرأ من الصفحة التالية خبر جديد. قدم مباراة رائعة في أسوية الطائرة، دعم الطائرة يخسر بصعوبة من الأسترالي. سوتو مدرب الأدعم، حظوظنا أصبحت أقل. يعقوب العدساني مدير منتخبنا ورئيس البعثة يصرح التوفيق لم يحالفنا. نطوي صفحات الوطن، ننتقل إلى العرب التي أطلت على قراءها بهذا العنوان. اكتسح مصلال بخماسية، العربي شزينة فرح محبينا. الساحق فريق الأحلام أمس تصدر صفحات الأولى صحف القطرية، لا سيما الشرق التي كتبت في صدر غلاف ملحقها الرياضي تقول شرق. تخطى مصلال بخماسية تصدر الدوري وأسعد جماهيرها الغفيرة، العربي يثور ويضرب لصقور.
هوز العربية الكبيرة سحق الكثير من الحبر على صفحاتها الشرق التي كتبت في إحدى صفحاتها الداخلية تقول: بخماسية سعدت الجماهير وأنعشت الأحلام العربي، لعب وأبدع في الوعب. صفحة ذاتها تابع أيضا عنوان يقول: مساندة مستمرة. تقول الصحيفة أن الشيخ خليفة بن حمد بن يبر الثاني رئيس النادي العربي حرص على التواجد الملعب أمس لمؤازرة لاعبي الأحلام، وهو ما يؤكد استمرار المساندة وأيضا الدعم. شرقة واكبت أيضا مباراة الأمس التي جمعت أيضا بين العميد والفرسان، علقت عن النتيجة بالعنوان التالي: الأهلي يخطف الخور بثلاثية في الجنوب، هدف قاتل. في أسفل الصفحة تابع: لبريرا قال بعد مباراة: فوز مهم وصعب. بينما صرح عمر نجحي مدرب الخور بالقول: قدم مباراة جيدة ولكن. جولتنا الصحافة القطرية مستمرة، ماذا في أبرز عناوين الراية القطرية؟ الفريق يتدرب صفوف مكتملة استعدادا لقاء النصر، السداوية في قمة الجاهزية للأسيوية، تشافي يضع لمساته الأخيرة من خلال التدريب الرئيسي اليوم. الراية وكباقي الصحف القطرية بدت اهتماما ملحوظا بانطلاقة العربي القوية والمميزة هذا الموسم، كتبت في إحدى صفحاتها تقول: طلب لاعبيه بعدم الغرور. المدرب هامر بعد الخماسية المثيرة: جماهير قوة إضافية للعربي، سعادتي كبيرة بالأداء والنتيجة، عازمون على تقديم الأفضل، سنصبر على خلفان حتى يتمكن من استعادة مستواه وتقديم المطلوب. في تعليق على بداية العربي القوية بدوري نجوم قطر، نستقبل عبر الهاتف مباشرة من الدوحة الكابتن رائد يعقوب لاعب النادي العربي سابقا. أهلا بك كابتن رائد، هل يمكن القول أن العربي هذا الموسم سيكون منافسا قويا أم من المبكر الحكم بعد ثلاث جولات فقط؟ السلام عليكم. مرحبا أخو جاسم. يا مرحبا. مسي على جميع متابعين قنوات الكاس. نرجع للجملة الأجمل من الصحف: العربي جزينا. نعم، هذا شيء طيب صراحة، الانطلاقة جدا مثالية بانتصارين، أخذ نقطة من فريق قوي ودائما مرشح له فريق نادي دحيل، انتصار الأمسي على أم صلام رغم تأخرة، هذا يعني جانب أيضا جدا جميل بالنسبة لنادي العربي. تصريح المدرب ايضا بواقعيه وفكر عالي صراحه، من ناحيه لما يقول لك لا 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 تتخطى، يعني فوز هذا لا يوصلك للغرور، ما ذكرها الا لسبب، لان الجوله الجايه عندك مباراه مع الشاحانيه، فلا يصدق الغرور انه هو في وضع متدني وانت في وضع مرتفع ممكن انت راح تضمن المباراه. الانطلاقه كانت الجميله، يعني لما انت في اي مسابقه لما تنطلق بهذه الانطلاقه، لانك انت في الانطلاقه الجيده هذه راح تكسب نقاط، لان المنحنيات الصعبه او في التعرجات الصعبه اللي راح تدخل فيها خاصه في شهر 10 مع نهايه شهر، خلينا نقول مع نهايه شهر 9 اللي هو تاريخ مواجهة السد، تقريبا 26 أو 27 مواجهة السد، من ثم راح تنطلق في أكتوبر مباريات جدا جدا يعني كابتن رائد صعبة. نعم. العربي كابتن رائد، العربي شو اختلف اليوم عن العربي في السنوات الماضية؟ ليش هالسنة نقول منافس؟ ليش؟ لا والله أنا كنت بجيك على موضوع أنه هل نقول نادي العربي حاليا منافس أم لا؟ لا، بس أعتقد أن ليش ذكرت لك عن التواريخ وليش ما قلت لك أن في طلاقة وفي تعرجات راح تيجي؟ هنا الاختبارات الحقيقية بالنسبة لي، أنا أشوف أن النادي العربي إذا بإذن الله تخطى نادي الشحانية بانتصار، بيكون عنده 10 نقاط، راح يدخل مع السد، ثم الخور، ثم الغرافة، ثم الريان، يعني أعتقد من عرج قوي، من عرج فيه منافسين. مهما يكون يعني ما احترم حتى يعني ممكن اقله الخور، لكن ايضا فريق عنيد ولا لا 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 سمعته. هنا راح نقول عن الاربعاء الجاي، يعني نتكلم مع نهايه شهر 10 راح ممكن تتضح الصوره ان هل العربي يقدر ينافس ولا لا. ليش؟ اقول لك الكلام ده، لان لو اللي يتذكر في الموسم اللي فات العربي اخذ انتصارات ووضعه كان جدا ممتاز، لكن مع الفرق يعني
مثلا 18 نقطه من ثلاث فرق ذهاب واياب، لكن صحيح. تعال في مواجهه السد خسر، في مواجهه الحيل خسر، في مواجهه الغرافه خسر، في مواجهه الصغيرات خسر، يعني المنافسين او اللي ممكن نقول وضعهم في السنوات الاخيره الافضل شفنا كان يتعثر. هنا الاختبار بين النادي العربي، وبعدها يعني نقول هالكلام، يعني لما تكلمنا عن تسع مباريات تخطاها من 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 12 في قسم اول، ايش بيكون وضعك؟ هنا راح يكون على الكلام، نعم النادي العربي يقدر ينافس، نعم النادي العربي طموح للمربع، النادي العربي يقدر بهذا الحكم نقولها بش اسمه، يعني نعم الثناء يستحق النادي العربي هذه الفتره، لكن الملاحظات او يعني يشعر المدرب ان لابد انه يكون في وقفات حقيقيه. العربي ما زال يتلقى اهداف صحيح. لحد الان ما واجه مدافعين قويين مثل تكلم عن الاختبارات الجايه اللي هي الاقوى، الى اي مدى تعتقد ان الجماهير العربويه ستتفاعل في الاسابيع المقبله اذا ما بقيت النتائج على هذا النسق المتصاعد؟ سؤال جميل. الجماهير هي نجمة الملاعب، جمهور العرب نعم تحديدا. نعم سؤالك جدا والله العظيم جاد، يعني جمال، يعني جمالية السؤال في الطرح اللي انا كنت ابي اقوله، نهايته ايش؟ ان الجماهير صار عندها هدف ايضا، منافسه صحيح. منافسة الحضور، منافسة عدد الأرقام اللي موجودة تطلع على الشاشة، صار في يعني عتب أمس على 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 لجان التنظيم إن كثير من التذاكر لم تقطع يعني كاحتساب عدد الجماهير، يعني صار في شغف على نادي جماهير نادي العربي إن تحطم أرقام من عودة فريق لا يحقق بطولات أكثر من 20 سنة، يرجع ويقول لك أنا موجود، انا في المدرجات موجود صحيح. المباراه ذيك جبت 2000، انا ما اتوقع انها 3000 وهذه 4000، هذا شيء مفرح صراحه للكره، يعني يشكرون جماهير نادي ريان، اتمنى جماهير نادي السد، عوده الغرافه هذه، يعني احنا والله نعم. العظيم ان هذا الموسم عوده العربي وعوده الفرق الكبيره صار عندنا شغف على عدد الجماهير اللي موجوده صحيح. فلا بد ان يكون لجان التنظيم ايضا لها وقفه بهذا الامر، يكون في جديه في احتساب الارقام، لان فيه منافسه. نادي الريان ايضا يعني يشكرون صراحه في حضورهم، نعم وصلنا ل 3000، هذه الارقام اللي تشجع الانديه الباقيه، يعني على راس السد وعلى راس ايضا موجود تحيل، على راس الغرافه، على الاهلي له جماهيره وكانت تعقد، فهذه العوده الحقيقيه صحيح. صراحه والله نقول اذا اتمنى اكيد التوفيق للعربي كابتن رائد ويواصل مسيره التالق ونشوف الجماهير والدوحه. الكابتن رائد يعقوب لاعب النادي العربي سابقا، شكرا جزيلا لك على كل هذه الايضاحات. منافسات دوري نجوم كيو ام بي في جولتها الثالثه تواصل يوم الرايه، واكبت اللقاء المرتقب بين المطانيخ والنواخذه بالعنوان التالي. شوف العنوان مع بعض. في الجوله الثالثه على ملعب الجنوب الشحنيه يواجه الوكره بحثا عن اول انتصار. ماركز مدرب الوكره جاهزون لتحقيق فوز جديد، ومورسيا مدرب الشحنيه يؤكد لن نفرط في النقاط الثلاث. دائما مع الراي نتابع ماذا جاء فيها حول المباراه الثانيه ضمن منافسات دوري كيو ام بي في جولته الثالثه، نتابع سويا. مواجهه صعبه ونقاطها مهمه للفريقين القطراويه يصدمون بالفهود. يوكانوفيتش مدرب الغرافه كل المباريات صعبه، وكارلوس مدرب قطر يعترف مهمتنا اليوم صعبه جدا. الى سد دوحه نختتم بها جولتنا والصحف القطريه، العنوان يقول أسلوب معماري فريد بناء أحد ملاعب مونديال 2022. سد دوحة نقلت ما قالته صحيفة إنسايدر سبورت حول حاويات الشحن المعدلة التي تستخدم بناء استاد راس بو عبود والذي ستقام عليه بعض مباريات مونديال قطر، حيث ذكرت أنسوب المعماري المتبع لبناء الاستاد سيجعل الأول من نوعه في تاريخ بطولات كأس العالم. إلى جولتنا الصحافة العربية نبدأها من الكويت، نتابع من جريدة الشاهد الكويتية هذا الخبر. وصل جوة حماسية الفريقين العربي والسالمية بداية نارية دوري فيفا الجولة الأولى. صفحة ذاتها أيضا نتابع اتحاد الكرة يعد بتصحيح المسار في التصفيات المزدوجة، مدرب عالمي يقود الأزرق سيعلن عنه خلال أسبوع. من الكويت إلى سلطنة عمان نتابع منها هذا الخبر. فاز على سور برباعية نظيفة عدا رقم العروبة، ظفار بطلا لكأس السوبر المرة الرابعة في تاريخه.
نبقى مع جريدة عمان وطالع من هذا التقرير عن انطلاق النسخة الجديدة من الدوري الذي يفتتح اليوم. مواجهة تجمع النهضة مع الوافد الجديد على الدوري نادي بهلة بمجمع البريمي الرياضي. النسخة 43 للدوري تنطلق اليوم، 10 أندية نالت اللقب وظفار يتزعمها. تقرير سوريا تابع جريدة التشرين هذا التقرير. الدوري الممتاز قريبا، ملاعب في واقع محزن، سوء في الأرضيات، ظروف قاهرة تعيشها الأندية بسبب توقف الدعم المادي، معسعس، ضرورة صيانة الملاعب واختيار الحكام المناسبين. أيضا ملاح مدرب الشرطة رفع قيمة تعاقدات اللاعبين، ظلم نصف الأندية، رباط أمين سرلجة الحكام تحكيم السوري بخير ولساء إليه مرفوضة. هذا بالعراق وطالع جريدة الصباح العراقية هذا الخبر. اليوم ملعب الكوت يحتضن مباراة السوبر بين الشرطة والزوراء، صفحة ذاتين طالع هذا المقال للكاتب كاظم الطائي تحت عنوان ملعب الكوت. الكاتب تحدث عن تاريخ ملعب الكوت، قدرته على استضافة مباريات قبل منتصف السبعينيات. نتابع. ملعب الكوت الجديد الذي يحتضن اليوم كأس السوبر يتسع لعشرين ألف متفرج، وانتهت أعمال إنشائه في العام الماضي بعد مراحل عديدة من البناء والإضافات بدءا من العام 2013، وسيجد مشجعو كرتنا تسهيلات عديدة لم نكن نحظى بها في عقود منصرمة من نقل مجاني ذهابا وإيابا، إذ خصصت وزارة النقل 40 حافلة للمتفرجين فضلا عن جهد رابطتي تشجيع الفريقين ودور المحافظة في إنجاح الحدث الرياضي. فنيا الشرطة المدجج بالأسماء الدولية المعروفة والمحترفين الجيدين سيواجه رغبة زورائية في كسب اللقاء ومصالحة جماهير النوارس بعد خروج غير سار من ملحق بطولة الأندية العربية التي أقيمت مبارياتها في المغرب. فلمن تعزف ألحان الفوز اليوم؟ ننتقل إلى لبنان نتابع جريدة الأخبار اللبنانية. خبر جديد، الكاس سوبر تفتتح الموسم الجديد بداية المعركة المفتوحة بين العهد والأنصار. تقرير فلسطين تابع من جريدة الأيام الفلسطينية هذا العنوان. جولة ثالثة من الدوري العام الممتاز، المحافظات الجنوبية شاطئ لتكريس العقدة أمام الزعيم الثوار والطواحين، يبحثان عن أول انتصار العميد في رحلة خارجية معقدة معقل الحوانين الأهلي لتفادي صحوة حامل اللقب. نبقى في الأيام الفلسطينية نتابع فيها هذا التقرير الكاتب محمد عوض تحت عنوان الفدائي وانحراف بوصلة النقد البناء نحو التجريح. الكاتب بالجريدة قال أن منظومة الفدائي وقعت تحت ضغط رهيب لأن سقف التوقعات ارتفع كثيرا، من ثم هوى بعد الخسارة أمام سنغافورة التي قادت الجماهير إلى الابتعاد عن النقد البناء أحيانا وصولا إلى الإساءة. من حق الجمهور الفلسطيني أن يغضب بسبب خسارة منتخبنا الوطني أمام سنغافورة بهدفين لهدف بعد أداء متواضع لم يرقى إطلاقا للمتابعين، خاصة عقب الفوز المستحق والتاريخي على أوزباكستان بهدفين نظيفين مع إهدار فرص أخرى محققة كانت كفيلة بأن تلحق بمنافسنا هزيمة مذلة تدون في تاريخه وتعطي بريقا أخاذا للاعبين جهازنا الفني. من حق الإعلام أن ينتقد الفدائي والجهاز الفني بقيادة الجزائري نور الدين ولد علي. انحراف بوصلة النقد من قبل مجموعة من المشجعين قاد إلى الاستهزاء واندرج تحت بند غير المقبول، لأن الفدائي برجالاته يعد رمزا وطنيا وخير سفير لرياضتنا الفلسطينية، ويتوجب علينا أن نكون خلفهم قلبا وقالبا، لكن هذا لا يمنع توجيه النقد البناء والتحليل العقلاني بعيدا عن كل أنواع التجريح التي تحول النقاش إلى جدل لا مخرج له. ننتقل إلى المغرب وطالع المنتخب المغربية هذا الخبر. غضب رجاوي عارم على عموده، غياب مدافع النسور الخضر
بدر بنون عن قائمة المنتخب المغربي المحلي المقبل على مواجهة الجزائر، أشعل غضب جماهير رجاء التي راحت تهاجم المدرب حسين عموتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذه جولتنا الصحافة العربية من جولة المنتخب أيضا بهذا الخبر. لجنة الاستئناف للكاف تنظر في ملف الوداد. الجريدة نقلت عن مصادر تأكيدها أن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي ستجتمع غدا لبحث الاستئناف المقدم من الوداد البيضاوي بشأن قرار لجنة تأديبية الكاف والقاضي بإعلان الوداد خاسرا لمباراة إياب نهائي دوري الأبطال وتتويج الترجي باللقب الإفريقي. نبدأ جولتنا العالمية من لجازيتا ديلا سبورت الإيطالية التي عنونت ساكي متحمس الصراع بين ساري وكونتي. الصحيفة نقلت عن أسطورة التدريب الإيطالي أريغو ساكي ترحيب المنافسة بين المدربين ماوريسيو ساري وأنطونيو كونتي والذي افتقدته الملاعب الإيطالية منذ فترة. ساكي قارن بين أسلوب ساري المرتكز على الاستحواذ مقابل طريقة كونتي الذي يسعى من خلالها تحقيق الفوز على حساب الأداء. الأداء المتواضع ريال مدريد هذا الموسم شكلت مادة دسمة لصحف إسبانيا. فريدريك هيرمل كتب في أس مقالا حول الموضوع عنوانه يقول تقييم زيدان يبدأ من الآن. كاتب المقال طالب الجميع بعدم التسرع في إطلاق الأحكام على عمل زيدان مدرب ريال مدريد في الفترة السابقة، مشيرا التقييم الفعلي يبدأ اعتبارا من الجولة الرابعة التي تنطلق اليوم. كرة القدم بالتأكيد هي واحدة من المهن التي يحكم عليها معظم الأشخاص دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عما يجري في أروقتها ومدى صعوبة عمل منتسبيها من مدربين ولاعبين حتى لو كانت أسماءهم لامعة. يمكن القول إنه اعتبارا من اليوم نستطيع إجراء تقييم لعمل زيدان في ولايته الثانية مدربا لريال مدريد، فأي قراءة لنتائج النادي الملكي قبيل الجولة الرابعة من الليغا ستكون غير منصفة للمدرب الفرنسي باعتبار أن المباريات الإحدى عشرة التي خاضها الفريق في نهاية الموسم الماضي إلى حين موعد غلق الميركاتو الصيفي لا تندرج ضمن المسؤولية الكاملة لزين الدين زيدان لعدم معرفته التامة بالأسماء التي يستطيع الاعتماد عليها في حين يبدأ التقييم الفعلي من اليوم. إلى إنجلترا حيث نشر ديلي ميل خبرا وعنوانه تخية يوقع أخيرا عقدا جديدا يصبح الأعلى راتبا في اليونايتد. الصحيفة نقلت عن تقارير صحفية تأكيد موافقة الحارس ديفيد تخية على تمديد عقده مع الشياطين الحمر لأربع سنوات مقبلة مقابل راتب سنوي يبلغ حوالي 14 مليون جنيه استرليني، ما يجعله أكثر اللاعبين تقاضيا للأموال في صفوف اليونايتد. مستمرون مع أخبار مانشستر، هذه المرة نطالع عنوان صحيفة ديلي ميرور. سولشاير واثق من دعم الإدارة رغم أسوأ بداية منذ 27 عام. المدير الفني لليونايتد بدأ واثقا مستقبله داخل أولد ترافورد رغم البداية غير موفقة في الدوري النرويجي. أكد قدرة فريقه على العودة شرطا يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم لتحقيق الانتصارات. الختام من The Guardian البريطانية التي كتبت بوتشيتينو يطالب لاعبي توتنهام الذين سعوا للرحيل بالتركيز حتى لا يتم تهميشهم. الصحيفة كشفت مطالبة مدرب توتنهام لاعبي الذين كانوا على وشك الرحيل في مقدمتهم كريستيان إريكسن وداني روز، طالبهم بذل قصارى جهدهم داخل الملعب وتقديم أداء إيجابي وإلا سيكون مضطرا لإجلاسهم على مقاعد البدلاء. من الختام شكرا طيب المتابعة، إلى اللقاء بإذن الله.